غير ان هو في استعراض، هو في كوميديا كتير قوي وفي كمان حتى افيهات. حكايه محمد صلاح في المسرحيه حبيبي محمد صلاح طبعا طبعا طبعا. يعني بقول للبطله احنا طول عمرنا نعرف ان فرنسا برج ايفل، بقول لها فرنسا فبتقول لي برج ايفل، بقول لها انجلترا فبتقول لي سعد بيج بن، فبقول لها لا محمد صلاح. فلا يعني حد نتشرف بيه يعني أكيد. ونفخر بيه ان عندنا حد عالمي زي ده، وده نوع من انواع التفاؤل. خلي بالك ان هو محمد صلاح حياته فيها ده، فيها متاعب وفيها واي حد كبير يعني اي حد مشهور واي حد وصل للي وصل له ده كان عنده حلم واشتغل عليه وتعب لغايه ما ربنا كرمه ووصل له، فهو جزء من التفاؤل، هو مش مجرد افيه وخلاص. انت كل حاجه درسينها طبعا طبعا. احنا قعدنا احنا ما يقرب من 9 شهور بنعمل في الروايه دي علشان طليق للجري، يعني ده بالنسبه للمسرح الدولي مش المسرح الخاص.